الطقس العرب في السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسود الطقس صافي هذه الليلة في العاصمة الرياض مع 33 درجة مئوية الملموسة، 31 رطوبة منخفضة، والرياح تكون جنوبية غربية خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا كالعادة. سكاكا طقس صافي 40 إلى 27، عرعر 40 إلى 26، تبوك 38 إلى 24. المنطقة الغربية مدينة جدة، ريا، أتربة، مثارة 38 إلى 29، مدينة منورة 43 إلى 30، مكة المكرمة 43 إلى 32، والطائف 37 إلى 25. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 32 إلى 25، أبها 35 إلى 21، وجازان 35 إلى 32. المنطقة الشرقية، الدمام، رياح نشطة بسبب عودة نشاط رياح البوارح، 48 درجة مئوية متوقعة، بالتالي طقس حار بشكل لافت في الدمام، 35 درجة مئوية كحرارة دنيا، حفر الباطن 46 إلى 34، والإحساء 48 إلى 33. المنطقة الوسطى، حائل 40 إلى 25، بريدة 44 إلى 29، والرياض طقس حار 45 إلى 30. إلى اللقاء.